في المتحف البريطاني في بوتسكوت Assyrian Sculpture اللي هي الحضارة الآشورية. هنا هذا التمثال اللي هو تمثال آشور ناصر بال. آشور ناصر بال 883-859 BC. استمر. This is the tendon cut. This is the protective spirit Assyrians from Nimrud. زين في منطقة النمرود في محافظة نينوى. هذا الصرح يبدو أنه هو صرح جديد لم يكن موجودا سابقا، ويظهر أن هنالك تكسرات في اللوحة و مصلحة. هذا سوبر ميتال بينج سيرين اباوت 865-860 ذا تمبل اوف نينورتا ان نمرود محافظة نينوى. هذا نفس الشيء. هذا التمثال شمسي ادد The stella of Shamsi Adad. وهو كذلك من الحضارة الآشورية في محافظة نينوى في بلاد الرافدين في العراق. هذا آشور ناصر بال الثاني. زين. آشور ناصر بال الثاني. لاحظ الكتابة المسمارية إذا قمنا بالتدقيق موجودة محفورة على الحجر. زين أشور ناصر بال الثاني from كرخ near ديار بكر. يبدو أن الحضارة الأشورية امتدت إلى الأراضي التركية. هذا كرخ ستيلا كذلك near ديار بكر. أوستن هنلي لارد أوف and the excavations of Nimrud. يبدو أن هذا المنقب الآثاري الذي قام بالتنقيب في مدينة النمرود في منطقة النمرود. نرى هنا يبدو أن هؤلاء هم العبيد الذين كانوا موجودين. لا يوجد هنالك وقت حتى أقرأ التفاصيل، بس يبدو من الظاهر أن هؤلاء يحملون بعض الأوزان وراءهم شخص يقودهم. هنا العربة، ويذكر أن العربة أول من اخترعت في بلاد الرافدين. هذا كله طبعا في المتحف البريطاني. نرى هنا كذلك بعض اللوحات أو بعض التماثيل في المنطقة. هذه المسلات يبدو أن هي مسلات كذلك آشورية. نرى Assyrians probably about 1000 BC. نينوى، مدينة نينوى between سنحاريب و سنجريب. Place of Ishtar Temple. Okay. مكان Ishtar. The black obelisk of Salman City. هذه كذلك المسلة السوداء. المسلة السوداء نتجه هنا إلى صورة لأسد ضخم جدا، وهذا من الأسود الآشورية. يروى أن العراق كان مليئا بأسود في الحقبة السابقة إلى أن تم طردها لحماية الناس في زمن هارون الرشيد. This is the temple of Nabu وهو أحد الآلهة الآشورية. temple of Nabu. هذا وجه الأسد الذي
يذكر أنه كذلك من الحضارة الآشورية في في متحف أشتار شيرات نيفي. توجه إلى هنا تماثيل مختلفة كذلك من الحضارة الآشورية من النمرود، وكذلك هذا the eagle headed protective spirit، يعني هو الروح الآشورية صاحبة رأس الصقر. هنا نرى ثيران مجنحة في وضع جيد جدا ومتميز جدا، يبدو انها نقلت بالكامل لم تتعرض لكسر، هنا يوجد كسر بسيط ويبدو انه مصلح تم تصليحه، اما هذا فيبدو انه كامل في الوضع متكامل. هذه كذلك مداخل جديدة شاد مانسرز بلاوات بلاوات بيت، هذه كلها في أراضي بلاد الرافدين، يبدو أن هي حضارة ضخمة جدا وقد قاموا بنقل جزء كبير منها إلى المتحف البريطاني. هنا نرى بقية التماثيل. This is a protective spirit، كذلك أحد الأرواح الحامية في الفكر الآشوري. آشور ناصر قال مرة ثانية، يبدو أنه يتكلم مع المتكتب بأيك بهذا البروتكتب سبيرت. يبدو هنا في هذا الملقى هنالك اثنان متقابلان من ايجل هيدد، وفي هذا ذا فيميل بروتكتيف سبيريت على شكل نساء. نرى ان هنالك اجنحه فهم يعتبروها نوع من انواع الارواح الحاميه للاشخاص. هذه الافكار اللي كانت منتشره في ذلك الزمان. هذا امتثال كبير للفيميل هيدد بروتكتيف سبيريت، وهذا امتثال كذلك نتجه هنا الى كذلك هذه من حضارة النمرود، تبدو انه هي كانت حضارة عظيمة جدا. هذه كلها نقلت من العراق من حرب الرافدين مدينة الموصل. هذه لوحة بانورامية توضح الحرب التي يقوم بها الآشوريين، يبدو أنهم يحملون النبال وسقوط الجرحى في هذه المكان، وكذلك العربات الحربية الموجودة. هنا يقول الشرح يقول Attack on enemy town by river، the Assyrians in Nimrud is the place. عبر النهر، ولا بد انه نهر دجله، لان نهر دجله كانت موجوده في مدينه الموصل. هذه لوحه بانوراميه تمتد وتشرح احد الحروب التي خاضها الاشوريين في ذلك الزمان.
هنا التاكون انيمي تاون. هذه صيد الأسود في ذلك الزمان. سيريان لاين اتاك اور لاين هانت. هنا نرى لوحة يبدو أنها غير كاملة، وقد قام بالرسم جزء ما موجود أو غير موجود. يبدو أن الجزء غير موجود، قد يجوز في متحف آخر أو في شكل مكان آخر. هذه كل الحضارة الآشورية في منطقة النمرود. هاي كذلك نرجع برويال لاين هانت. هنا الجيش يبدو أنهم مدرعين ويحملون الرماح. هنا تم قتل الأسد، هذا كذلك أسد مرسوم بصورة صحيحة جميلة جدا. هذه أسود مقتولة، كلب مقتولة. جزء الحضارة الآشورية الموجود في المتحف البريطاني جزء كبير جدا. قد يجوز أنه من نعمة أنه انتقلت هذه الآثار إلى المتحف البريطاني، وإلا كانت راحت في بلادنا المليئة في الفساد الإداري. هذا الرجوع من الصيد، راجعين من الصيد شايلين الأسود على ظهورهم، زين رافعين الأسود وراجعين دفاعا للصيد. هنا كذلك going for hunting، يعني لما يروحون للصيد يبدأ أن الرحلة للصيد رحلة شوية طويلة، بحيث شايلين الأمتعة على الخيول حتى لا يعني يجوعون أو يخلون يقوم يتأخرون في جزء من منطقة الصيد. نرى بعض الأطفال في التعرف على الحضارات العالمية. حب الحضارات هو حب جميل جدا، التعرف على الحضارات الأخرى شيء جميل جدا. كيف كانت انتقلت نهاية النمرود؟ كانت على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن النمرود كان شخص متجبر دكتاتور، وهذا حال أغلب القادة العراقيين مر العصور. هنا نتوجه إلى قاعة ثانية، كذلك نرى بعض الأفكار المجنحة جميلة. كذلك قلادة النمرود. يبدو أن الشكل الرقم الأصلي كان هذا الشكل قبل التدوين. هذا I am Ashur Anipal King of the world, King of Assyria, ملك العالم، ملك الحضارة الأشورية. هنا نرى ذلك بعض اللوحات الأثرية للأشوريين. اللوحة الأخيرة Assyrians from Nineveh southwest place. أوكي. نلاحظ وجود نخيل في هذه المدينة، وكذلك كثير من الأسماك والنهر. هذا يدل على تطور الحضارة وتقدم الحضارة الذي كان موجود، كانوا يوثقون حتى
الزراعه والصناعه وكل هذه الامور يفتخرون بها، لانهم بنوا الحضاره الانسانيه في ذلك الزمان. من راى اللوحه الزراعيه يحملون الادوات الزراعيه، العرب الزراعيه ينقلون الغله وكل هذه الامور. إلى هذا الزمان مدينة الموصل أو نينوى في ذلك الزمان كانت هي مدينة آشورية إلى السنة 700 قبل الميلاد. 600 قبل الميلاد تحولت مدينة نينوى إلى مدينة عربية. فمدينة نينوى نفخر بأن عرب لفترة لا تقل عن 2600 عام. كانت نهاية الآشورية في ذلك الزمان وبدأت فترة جديدة. هذا كان ملخص لما موجود في المتحف البريطاني عن الحضارة الآشورية، وشكرا جزيلا.